في ناس ما بترحم في قلوب مليان عدم يا ويلي شو بتظلم. أصحاب كنا أحباب وكان الوفاء عنوان كنا زمان الضياب. دب الطمع بالناس خلى البشر تحتار خلى البشر تحتار اللي عقلبه داس واللي انحرق بالنار اللي عقلبه داس واللي انحرق بالنار. ليش الطمع طب شو بتظلم. في ناس بقلوبها رحمة في ناس ما بترحم في قلوب مليان عدم يا ويلي شو بتظلم. اضحك اضحك سحيب مواس. انت قلت خاف الزلمة، انا كنت بداري عليك لانه في بيني وبينك اشي ودي اياه منك. كل كل عبي بطنك. أنا حسبته مات وانبليت فيه. وين يا عين امك؟ وين؟ تعال تعال تعال. علبة سردين وفتحت لك وخيار وبندورة وجبت لك. صحيح العامل هاني ما جاب الليمونة بس غديتك انا. وين ساحل يا حبيبي؟ ها؟ بدك تمزط ها؟ صدقني إذا ما كفتك ببرميل راح أجزك بين أربع حيطان. تعال يا حبيبي تعال تعال. مرحبا. حضرة الضابط موجود؟ والله موجود في مكتب الجنة. طيب ممكن اشوفه؟ بس شوف لي سيارتك انزل. ماشي. متأخرت يا عمي.
فيه. وين تأخرت جيتك بسرعة وقت؟ وينه؟ رابطه جوا. يلا. شو اللي مسوي في الولد يا عبد؟ والله بسرح يا عمي. طب جيبه. تعال عمو تعال يا حبيبي تعال جيبه يا عبدو جيبه. يا سلام جيبه. قوم عمو قوم عمو خالد. خليه يضحك خليه. هو أنا بالنسبة لي من قديته وهو يضحك. تعال جيبه تعال 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 امسك امسك يا عبدو بصمه. زاكي بجن بجن هتعطيني اصبعك. مبروك يا عمي. لا كم لا حبيبي. سعيات أنا ارتحت. الأرض والدار صارن ملك لنا. سعيات ما حدا من القرية بيقدر يتفلفس. دين 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 دين. عمي شو أسوي بيها؟ بكم نص الليل ودروا ما حدا يعرف. أقول لك أحطه بطرف فستان من البساتين وخليه يسوح. المهم أنا اللي بدي إياه يا أخ حلمي إنك تبدي رأيك في هالموضوع وترشدنا للطريق الصحيح. والله يا أخي محمد الصحيح إنك فاجأتني في هالموضوع. بصراحة أنا مش عارف إيش بدي أقول لك. خليني أوسع على قهوة. ألو. أيوة. اتصلت المديرية. طب ليش ما حولت لي؟ طب اسمع اتصل فيهم بس بعد شوي وحول لي التليفون. ايوه اسمع خلي واحد يجيب لنا اثنين قهوه. بلا من القهوه انا بدي اروح ما ضل معي وقت. انت ضيفي هون في المكتب والمثل بيقول الضيف اسير لمعزب. شو بدي اقول بتموني يا اخ حلمي. يلا بخاطركم. مع السلامه. مع السلامة. يلا وانا بخاطرك كمان. وين؟ بدري يا مختار ما احنا قاعدين. بدري من عمرك يا محمود. ما انت عارف ليث مسافر بكره. وبعدين شغلة خالد بتمخبر العقل. صحيح يا مختار. هم بعدهم ما لاقوه؟ والله ما انا عارف يا محمود. لاقوه ولا ما لاقوه. بس اللي بعرف انهم بعدهم بدوروا عليه. الله لا يرده. بيستاهل. وبيستاهل الحرق بعد. له يا رجل حرام عليك. الولد واخذ جزاء. أخذ جزاء؟ إيش لو أنا أخذ جزاء يا مختار؟ وهذا هو حر طريق وما راحت غير على رحمة أبوه الله يرحمه.
الله يرحمه. انت هسه تشرب حاله وبس يمسكوه روح بنفسك لعند حلمي وشوف شو راح يصير. يلا بخاطرك. الله يرحمك يا ابو خالد، الله يرحمك يا ابو خالد. شوف يا حلمي، إذا دخل الجشع والطمع في أي موضوع بيعمل عين، والواحد منهم ببطل يشوف إلا اللي بده إياه. فعلا هذا صحيح، وقديش إحنا بحاجة لخبرتهم ونصائحهم على قد ما هم لازم يستوعبوا أفكارنا وطموحاتنا. يعني هي مسألة توازن، وأي كف بترجح بيكون في خلل. وتأكد يا أخ حلمي إنه مشكلتك زي مشكلتي. كيف يعني؟ تعرفت على فتاة خلوقة ومؤدبة وبنينا مع بعض أحلام، وبلحظة أبوي وعمي اتفقوا وراحت أحلامنا بالهوى. بس أنا مرضيت إني أسكت وقررت إني أتصرف. صح، أنا وياك نفس المشكلة، بس أنت بتقدر تتصرف كون هند بنت عمك. بس أنا أي تدخل مني ممكن يكون مردوده علي، بعدين أنا ما بقدر أتدخل في مشاكل عائلية. بعدين هند في نظر أبوك وأبوها بتكون خطيبتك. أنت مش مطلوب منك إشي، أنا رح أتصرف عني وعنك، ومن بكرة الصبح رح يبلش الاتفاق. إن شاء الله أنه جهودك تتكلل بالنجاح وتنتهي الأمور على خير. وهلأ اسمح لي، لازم أرجع على بيت عمي. هو صحيح لازم أعزمك على الغداء، بس في مشكلة عويصة بهالقرية ولازم نلاقي لها حل. لكان أنا شغلتك بحديثنا. بالعكس، الشباب قايمين بالواجب وأكثر، شغالين ليل نهار. يا سيدي الله يعطيك العافية، وما تنسى لما تيجي على عمان تشرفنا بالزيارة، والعنوان معك ها. إن شاء الله بتشرف. الله يعطيك العافية، السلام عليكم. مع السلامة. أنا هسا تريحت، بس ما بدي أقول لأخوي خلف. أيوة، مش لازم أحكي له، هاي إلي لحالي لأني أنا اللي تعبت فيها. يابا؟ هند؟ شو بدك يا بنت؟ ولا شي يابا، بس شو مالك؟ ليش بتضحك وعينك مغمضات؟ هسا فكينا من الحكي. وين راح ابن عمك محمد؟ وين راح الهبل هذا؟ صحيح انه هبل، الحق علي انا، ولا ربطه بهالشجرة. وين تروح مني؟ انا لازم ادور عليه، لازم الاقيه. أنا مسامحك، مسامحك خالد، أنا ما بدي شيء منك، أنا ما بدي شيء منك يا خالد، أنا سامحتك حتى، ودادت عن كل حقي حتى روح أسأل الشرطة يا خالد. هذا شو ماله؟ أنت عارف مين أجاني اليوم على المغفر؟ مين؟ محمد ابن عم هند. هذا شو جابه عليك؟ ضيف علي.
بشوفك مبسوط، صار شيء؟ ايوه يا ليث، ايوه. سبحان الله. يمهل ولا يهمل. سبحان الله العظيم. يمهل ولا يهمل. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. نسينا مية. نطفي النار. خليها. تعال يا خالد. لا تخاف يا خالد، تعال يا اخوي، تعال لا تخاف. قوم معي، قوم يا اخوي، لا تخاف. لا يا اخوي، دفنا. تعال يا اخوي. تعال يا اخوي يا خالد. لا تخاف. امشي معي. تعال. نور يا اخوي. تعال. جوك ابو احمد. لين يا هلا. ايه الله يمسيكم بالخير. الله يمسيكم بالخير. شو زمان صار لكم هاد؟ والله يعني. اليوم دوركم بالميه. ما مر عليكم حدا؟ بدري من عمرك. اي خليك تعلم شوي. ما انت عارف يا سحر، ورانا شغل كثير. صحيح، نسيت ما اقول لك. بالنسبه لاغراضك بتجهزيهم بكره مشان امر اخذهم وانقلهم على الدار. حاضر يا طارق. اسمع يا طارق، وانت مروح يا ريت تمر على دار ابو عصام وتشوف اذا اهله حكوا له ولا لا. ليش هو ابو عصام اللي بده يغني بالعرس؟ يا زلمه مالك انت الثاني؟ انا مريت اليوم علي على الدار ما لقيته، حطيت له خبر. ماشي يا اخوي، يلا صباح الخير. السلام عليكم. بتلاقي صباح الخير. مع السلامه. يلا معك. ما انا داري لايمتى الشرطه راح تظلها بشوارعها الزياديه رايحه جايه. لما يلاقوا خالد. ليش هم ما مسكوه؟ ما هم النيه لقوه. انت ما مع خبر؟ ما هو رد هرب مره ثانيه. والله بعلم مسكين هسه وين متخبي. الله لا يقيمه، الله لا يقيمه ولا نجيب عن قلبه شده. حرام عليك يا طارق، الحرام اخذ جزاء الولد. كيف اخذ جزاء؟ يا رجل ما هو الفتره اللي كان مختفي فيها بقوا يدوروا عليه ويدوروا عليه، وبالاخر لما لقيوه ولا هم كله ضربه في نص راسه وانجن. انجن؟ كيف؟ يا اخي انجن، انت عمرك ما سمعت انه في واحد انجن؟ طبعا. بس شو اللي جننه؟ تعرف يا طارق، انا بقول كل هالمصايب اللي صارت لخالد ما في وراها الا الخبيث ابو هند. هذا شيء مؤكد. على كل حال انا بدي اروح اعزم الناس اللي لسه ما عزمتهم. يلا صباح الخير. مع السلامه يا طارق. الله يسلمك. الله معك. سلم على عمتي طارق. ها الله يسلمك. طارق امان الله. مع السلامه. انا لازم اخذه للمركز، لازم اكون وجهه. يلا يا خالد. قوم يا خالد. يما يا حلمي، الله يرضى عليك يما. الدنيا ليل هسه، هالقليل خليها للصبح. لا يما. الله يرضى عليك. الليلة يعني الليلة. ما بدي أكرر نفس الغلطة اللي صارت. اتركيه يا مليث. اتركيه خليه ياخذه. حرام. اللي مثل حالته خطر على حاله. لا يا ابن الحلال، حرام عليك. اللي مثل هذا خطر معقول؟ وزوجتي يا حرمة، محمود معاه حق. يا جماعة الخير، من مصلحة خالد انه نام الليلة في المركز مشان بكرة الصبح ينقلوه للمستشفى الأمراض العقلية. على فكرة يا حلمي، أنا بعت لك اليوم تقرير على المخفر إذا بدك مشان ترفقه بالكتب اللي راح ترسلها. ماشي يا دكتور. يلا يا خالد. يلا. دير بالك عليه يا حلمي. طبعا يا ابا، وخصوصا بعد ما شفت الحبر على ايده ابصر على ايش مبصمينه. يلا يا خالد. يلا. Yeah.
يا خالد امشي. دير بالك علي يابا مثل ما قلت. أنا كل خوفي إنه يقع بدين الشرطة، وكل خوفي إنهم يعالجوه ويطيب، وإذا طاب يبلغ عنا. هاي مصيبة، أنا لازم أخبر أبو هند. مش هو شريكي، لازم يعرف كل شيء، لازم أخبره ويتصرف هو. مطلق خذوا حطوا بالحبس. حاضر سيدي. بتعشوه كويس، وبتخلوا القلم يكتب كتابه، وبتجهزوا السيارة بكرة الصبح علشان تنقلوا للمديرية، ولا تنسوا التقرير الطبي وترفقوه مع الكتاب. حاضر سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا عبدو. أيوة يا عمي. تقلب الدنيا عليه قلابة وبتلاقيه مثل ما لقيته أول مرة. المرة هاي بدك تلاقيه وتجيب لي اياه هون لعندي. وين ودي روح مني؟ بطوله من تحت الأرض. خلصني. هذا الكتاب معه التقرير الطبي المطلوب منكم، تسلموه للمديرية وترجعوا. حاضر سيدي. مع السلامة.
ما بدي اوصيك عمو محمد على هندا ولا تطولوا علي بعمان. ان شاء الله يا عمي، بس نشتري الاغراض راح ارجع لك. على سيره الاغراض يا ابو هند، لا تنسي تنقي لي معاكي شقف الجوخ افصلها ثوب. طيب بدك شيء ثاني؟ بدي سلامتكم وتسلموا لي على اخوي خلف وتبوسوه من هون ومن هون وترجعوا بالسلامه ان شاء الله. خاطرك يابا. مع السلامه. خاطرك. مع السلامه يابا. والله يا محمود ما حدا قدك، صاير تضحي بالنوم. يا اخوي طولت امبارح بالتعليل عند المختار. طيب شو بدي اقول يا محمود؟ قول. اليوم يا اخوي لا شفت لا شرطه لا بالبساتين ولا بالزياديه كلها، خير؟ مش عارف، لانهم اللي بدوروا عليه لقوه. هيه؟ لقوا خالد؟ ايوه خالد يا سيدي. امبارح بالليل ما شفت لك اياه ولو قدام وجهي. وين يا اخوي؟ راح لبيت طارق اشوف اذا بده شيء. طيب طريقك مر لي على بيت ابو هند. بيت ابو هند؟ ليش؟ بدي اياك تقول لهند تمر بدري شوي علي. حاضر، انت بتأمر يا عروسه. سلام. ساعة وانا ادق عليك وانت نايم؟ يا عبي انا ما نمت غير وجه الصبح بعد الاذان، طول الليل وانا ادور عنها ابو الخالد هذا ما لقيته. طيب انا جاي اقول لك كلمتين وامشي. خليني اروح اسوي لك شاي. اسمع بدي شاي. اقعد اقعد. بدي امشي. من ناحية خالد هذا مجنون، كل العالم ما برجع له عقله. الليلة عرس طارق، كل الناس مشغولين بفرحه حتى الشرطة. تسحب حالك نص التعليلة، تروح على المغارة بتجيب الكيس وبتنفذ اللي اتفقنا عليه. طيب خلينا قوم أسوي لك شاي. بسيطة يا طارق، انت وعادل وابو الليث
والله لداويك ودواء في حياتكم ما شفتوه، ولا ما بيكون اسمي زعل وما بكون ابو هند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو بشوفك راجع بدري من العيادة؟ الدكتور بده يستلم مكاني ووصل اليوم. دكتور ممتاز، بعرفه من ايام الدراسة. يعني السفر لابد منه؟ مصلحتي يابا بدها هيك، يعني الناس بتحط واسطة لتجيب بعثة، لما تجيني البعثة ارفضها؟ لا يابا ما بنقول لا، بس مثل ما انت عارف السفر والغيبة. يابا لا انا اول واحد ولا اخر واحد راح يسافر، وبعدين كلها سنتين وبجيب لك الشهادة الكبيرة. الله يوفقك يا ابني. ها 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 ايش هذا؟ ايش شو هالحلاوة؟ يا عيني يا عيني، ولا ممثلين التلفزيون. شو شو مالك يا ولد؟ شو مالك انت؟ شو مالك؟ صدقيني اللي يغلطوا ما بينك وبين العروس هسه، ايش مالك؟ وبعدين معك يا ولد. وتركي يحكي مثل ما بده. إيه؟ كمل يا ولد. شو يكمل؟ يعني معجبك حكيه؟ طبعا معجبه، ومعجبك انت كمان. عامل حالك خجلانة. خلصينا. بتقدري تعملي تلفزيون؟ بقدر، بس احنا هلا عم نبرمج عليه شغله. شغله؟ محمد؟ محمد شو عطا صحيح انك بتعرفي تنقي؟ يعني سما عجبتك؟ ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا سيدنا محمد، اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بتجنن. محمد انا إلي عندك طلب. انت بتأمري امر يا سماح. هند بدها تكون ضيفتي الليله. انا؟ ايوه انت. انا ما دخلني، هي انتو الثنتين مع بعض. اسمعي خذي لي هالسلامة. حاضر رح اخذك، وكمان رح اعزمك على مطعم ناكل همبرجر. همبرجر همبرجر. شو؟ مين هذا؟ خالد. خالد؟ وماله هيك؟ مجنون. لا حول الله يا رب. طب اسمع، سووا كتاب وحولوها مستشفى الأمراض العقلية، ودوا معاه حرس، وهات الكتاب خلنا نوقع. حاضر. يلا يا خالد. يلا يلا يلا. خليك 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 كمان 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 كمان، بس اقول لك ها 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 فتح. لا لا هيك كثير مش مع انت طارق. صدقني ما عرفتك الا من صوتك. ما شاء الله عليك يا طارق، ما شاء الله. امر امر. عقبال عندك ابن عمي، عقبال عندك ان شاء الله. تسلم اخوي طارق حبيبي. الله يبارك فيك. وهي بتجنن اللي بتاخذ العقل. هذا يا اخوي عدل، فضل الله وبعدين بمجهودك، لانك واقف وموقف. هذا واجبي، مش انت اخوي حبيبي. الله يسعدك. بقول لك شغله بصراحه، احكي قول. اكم طارق واكم صاحب. الله يسعدك. الله يسعدك. اقول لك لعيونك بريق. لا عطر، بدي ارشك عطر.
مش عريس؟ نبدأ من هون. استنى يا سيدي يا سيدي. ما بدك تفوردوا؟ بدري على الفارد يا ابو هند بدري. لا 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 بدري ولا شيء، بدنا نلحق نجيب العروس ونزف العريس قبل ما تليل. شو راي العريس؟ عمو انا بقول يعني انتوا كبارنا وتعرفوا هاي الشغلات، واللي بدكم اياه سووا. لا عاد توكلوا على الله، خلهم يحضروا السيارات. توكلوا على الله. يلا على السيارات يا رجال، بس السيارات يلا. لا تطفوا تدير يا شباب. تفضلوا اسمع يا عبدو. ايوه يا عمي. بدي همتك بالزف والفارده، بدي الكل يقول اللي سواه عبدو بعرس طارق ما حدا سواه بالزياديه كلها. والدرقص يا عمي واغني ولو اني ماني مقتنع ولو اني بكرههم، يعني لهالدرجه انا احب طارق ولا انت تحبه؟ ولا عمري رايح احبه، بس افهم اللعبه هيك بدها. خلص يا عمي مثل ما ودك، ارقص واغني ولحظتها اللحظه المناسبه امصط واروح المشوار اللي اتفقنا عليه. عشان الكل يشوفوك موجود. مليح اللي فهمت. خلاص يا عمي بشوفوني لعيناك انا. يلا.
العريس الزين يتهنى بالليلة الحشمة. اسمع، حوط المنطقة من هناك. حاضر سيدي. ليش تأخرت؟ يلا توزعوا على البساتين وشوفوا لي شو بده يساوي. حاضر سيدي. انا عارف وين بده يروح. يلا
تصبحوا على خير يا شباب ان شاء الله. الله يعطيك العافيه ابو عصام. ما قصرت. مع السلامه. الله معكم يا جماعه. الله يعافيكم. شكرا. يعطيكم العافيه. الله معاكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. الله يعطيك العافيه محمود. الله يعافيك يا مختار. الله يعافيك. ها شو اخبار العريس يا مختار؟ فوتته وصمدته ورقصت له وطمنت عليه ورجعت. كفو والله كفو. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو يا محمود بشوفك قعدت بدك تجدد تعليلك انك بكيش تروح؟ يا اخوي بدي اروح تعبان وبدي اروح ارتاح. طيب هسه بنروحك معنا. استنى شوي. روحنا يابا. مالك يابا؟ ايش بتدور؟ اخوك حلمي وين راح؟ ما بعرف بس يمكن سبقنا وروح على الدار. يلا يا ابو يلا يلا توكل. شو يا محمود ما بدك تروح؟ مروح معك يا مختار. يلا يلا توكل على بنروح معك. وانت عادل يلا عاد قوم. لا يا عمي تسهلوا انتوا. الله معكم. يا ريته مبروك وعقبال عندك ان شاء الله. الله يبارك فيك. يلا سلام عليكم. مبروك يا اخوي. الله يبارك فيك. تصبح على خير. بتلاقي خير. مع السلامه. تصبح على خير يا عادل. بتلاقي خير يا دكتور. مع السلامه. اي خطوه بتخطيها بفرغ المسدس في راسك. ارفع ايديك فوق راسك. ارفع.
اطلق حط الكلبشات بيدي. مطلق. نعم سيدي. اطلب الحجز وارجع جيب مواد الجريمة. حاضر سيدي. محمد افتح الباب. يا هلا بعبدو. اهلا وسهلا فيك يا عبدو. تعرف يا عبدو، اول امبارح كان نايم هون خالد، والليله بدك تتريح هون، انت بدك تنام محلي. شايف ما احسن الصدف؟ اسمع يا عبدو، احنا زمان دخلنا المغارة واخذنا عينة وبعتناها للمديرية وعرفنا مخططك انت وابو هند. تصبح على خير يا عبدو. جوانا عشعش الليل وخلى الخلق تحتاس وتلهث وتلهث ورايا وين. مساء الخير. مساء الخير يا شو بشوفك صح. بعدك بتستنى حلم؟ يا با. مش جايين ينوم قبل ما اعرف والله. حلمي اكيد بالمركز يا با. يمكن يكون صاير في مشاكل بالقرية. تعرف مش من عوايده يتأخر. انا من رأيي تقوم تنام والصباح خلاص. هيك رأيك يعني؟ ايوه يا با. هيك رأيي. ربنا يجيب العواقب سليمة يا ابني.